جد المواج الله يجزاك بالخير. تسمحون لنا نقوم كلنا احترام لخواتنا؟ اي والله هذا اللي بقوله. يلا هذا هو. كنا انا وفارس قاعدين وكان يتكلم على اخته. سمحتوا لي يا شباب في شيء تعمدت انا اخليه اخر شيء وتفاجأت الصراع بس وخلى عقب عين في وقت سمت. وفارس حدود الساعة 8 واقول له وش بسوي له يدك مبالغ كبيرة. يقول والله لا اشتري شقة لاختي. والله العظيم يقول لي تستاهل والله تستاهل. هذه الخواتي كلهم ويشتغلون هم مقامهم اكبر من الشيء ذا. الله يطول عمرك. الله يطول عمرك على كل حال. انا شيت اقول في شيء والله يوم سمعت اني استغربت الصراحة خلال بحثي بس كنت قبل فترة بحثت عن الموضوع استغربت ويمكن كثير من الناس يتفاجئ منه. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح في سنن ابن ماجه يقول من كان له اخت او اختان فاحسن صحبتهما دخل الجنة. الله حديث قريب لكنه قوي. شوف الرسول كيف ادلك على طريق ان دخولك الجنة حسب من الاسباب في احسن